أفاد عبد الله العودة نجل الداعية السعودي سلمان العودة أن انتهاكات بسجن والده أدت إلى مضاعفات صحية في سمعه وبصره. وأوضح عبد الله الباحث في إحدى الجامعات الأمريكية أنه تم عقد جلسة قضائية سرية في أجواء أمنية صارمة داخل المحكمة المتخصصة في الرياض. وأضاف في تغريدة عبر حسابه الموثق على تويتر: في الجلسة تحدثت النيابة عن تكرار نفس الكلام، المطالب البشعة، في إشارة لمطالبة سابقة منها بإعدام العودة. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفتي السيدة علياء التايه، الناشطة السياسية والحقوقية من لندن. أهلا بك سيدة علياء معنا. بداية، نجل الداعية السعودي عبد الله العودة تحدث عن جلسة محاكمة سرية جرت لوالده، وتحدث أيضا عن انتهاكات أثرت أو أحدثت مضاعفات في صحته. هل هناك تفاصيل حول وضع الشيخ سلمان العودة؟ السلام عليكم. السلام عليكم ولاقتي العافية. بس تصحيحا علي أبو تايا. أبو تايا تفضلي. في الحقيقة إحنا ما عندنا أكثر من المعلومات اللي طلعها الدكتور عبد الله العودة ولد الشيخ سلمان العودة. إحنا نتابع كل شيء عن طريق عائلة وأسرة سلمان، الدكتور سلمان العودة. والأستاذ الدكتور عبد الله هو الذي دائما يمد كل محبين ومتابعين الشيخ بكل التفاصيل والمعلومات. وطبعا احنا انصدمنا اليوم بهاي الاخبار انه الشيخ طبعا متاثر سمعه وبصره وفي تاثيرات صحيه، وعد الدكتور عبد الله انه يشاركنا فيها قريبا، فما في التفاصيل للاسف. طيب كيف تصفين سيده علياء يعني استمرار اعتقال العوده لثلاث سنوات ونصف دون محاكمه حتى الان؟ أنا أتوقع هذه أكبر حماقة ممكن يقوم فيها النظام السعودي، لأنه الشيخ سلمان العودة شخص معروف جدا جدا جدا، ولو ملايين الملايين عشرات الملايين من المتابعين المسلمين حوالين العالم، وفي تعنت من السلطة بعدم إخراج الدكتور سلمان العودة. الدكتور سلمان العودة شخص له ثقل إسلامي عظيم من قطبين الكرة الأرضية، له معجبين ومتابعين بالملايين. السلطات السعودية متعنتة في إخراجه، علما أنه الدكتور سلمان العودة لم تظهر عليه أي لم توجه له التهم الحقيقية التي وجهت له. ليست هناك أدلة وليست هناك محاكمة حتى علنية، ولا يسمح لهم بحضور أهليهم ولا توكيل محامين. فبالتالي في تعنت وفي هو السجن ليس لشخص سلمان العودة بنفسه، السجن هو لفكر سلمان العودة. و للشيء اللي يؤمن فيه سلمان العودة وكلنا احنا كأجيال، طبعا حتى الفولورز او المتابعين للدكتور سلمان العودة بالملايين زي ما قلت لك مؤمنين بهذا الفكر. ما الغاية سيدة علياء من اعتقال هذا الفكر الذي تتحدثين عنه؟ ما غاية النظام؟ في توجه خطير للسعودية أفقدها بوصلتها الحقيقية اللي هي أصلاً كانت قائدة فيها. السعودية كانت هي المكان المركز الإسلامي زي ما تقولي، مركز العالم كله يتجه للسعودية، ولعلماء السعودية ولمشايخ ودعاء السعودية كانوا من أجل أي شيء يمس العقيدة الإسلامية وشيوخ الدين وإلى آخره. الآن تحولت من حكم سلمان بن عبد العزيز واستلم ولي العهد وصار في رؤية 2030 وتغيير الإسلام مفهوما اللي حنا نعرفه ومفهوم الإسلام اللي نعرفه في الحرمين الشريفين إلى الإسلام السعودي أو ترامب الجديد،
أرادوا أن يمسحوا كل معالم وآثار الدولة السعودية التي قامت على الدستور والسنة وإسلامها المعتدل بأشخاص مثل سلمان العودة والقرني والطريفي وكثير من المشايخ. فهم أرادوا دين جديد وإسلام جديد. ترامبي قد يكون كما يقول الكل، فهم ليس من مصلحتهم أن يكون هناك أشخاص مثل الدكتور سلمان العودة، قد يكون مرجع للأشياء التي قد يختلف عليها الجيل الجديد أو الناس التي قد تكون ليست لديها هذه الثقافة أو المعرفة. فهم يحبون أن يروجون لفكر للأسف جديد، وقد صدروا بالفعل مشايخ جدد، وحتى مشايخ القدامى ظهروا بصبغة جديدة يعني بشكل جديد وبأحداث جديدة لم نعرفهم. فلا أتوقع أن الدكتور سلمان العودة أو مع زملاء المعتقلين كانوا سيلبسون هذا الثوب، لذا هم في المعتقل. هم لم يتنازلوا عن ما 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 تعريف الإسلام الحقيقي. طيب. برأيك سيد علياء، نعم يعني برأيك سيد علياء، هذا الحل الأمني ليس فقط بحق رجال الدين في السعودية، نتحدث عن ناشطين ونتحدث عن ناشطات أيضا تم اعتقالهم، هل سيوفر الاستقرار للنظام كما يريد؟ أنا لا أتوقع أنه سيوفر الاستقرار للنظام. أنا أتوقع أكبر غلطة قد تتجاوز غلطة يعني جريمة قتل خاشقجي هي المساس بشخص مثل سلمان العودة. سلمان العودة إنسان معروف على مستوى العالم، جمال خاشقجي عرف أكثر بعد أن اغتاله. سلمان العودة أصلاً معروف وله متابعين وله ثقل إسلامي عظيم هذا الرجل، فأكيد لها تبعات. وللأسف إحنا عندنا قيادة لا تسمع النصح ولا تسمع، بالعكس هي تحفر قبرها بيدها. شخص مثل سلمان العودة ومثل الطريفي ومثل العلوان ومثل كثير من المشايخ، هؤلاء هم عماد الدولة السعودية، هم ركيز الدولة السعودية. فإذا ما ضيبوا في السجون وقهروا، في لهم متابعين بالملايين، هؤلاء لا يموتون، هؤلاء لا يموتون. شكرا جزيلا لك يا سيدة علياء أبو تايه، الناشطة السياسية والحقوقية من لندن، على هذه المشاركة.